شو صار معك عند الدكتور؟ حبيبي لو انك ما كنت مشغول كنت شفته لابنك، كنت شفته لابنك على الايكو كيف عم يتحرك. حبيبي رح يطلع بياخذ العقل، رح يطلع بجنن، طالع هيك كربوج. وسمعت سمعتها باذني دقات قلبه. ابن مين عم تحكي عنه؟ شو ابن مين حياتي؟ ابننا، يعني نحن بعد كم شهر رح نصير ثلاثه. لك احكي معي منيح، اكيد في غلط. لا ما في غلط، انا شفته بعيني وسمعت دقات قلبه. لك انو دقات قلبه؟ اسمعي لي، مين ابوه؟ وين كنت تشوفيه؟ احكي يا احسن ما اخلص عليكي. خلاص ايمن شبك، انت شو عم تحكي؟ شو هالمزح الثقيل هذا اللي لك؟ انا ما عم بمزح. مين ابوه ليه؟ احكي لك شو مين ابوه؟ انت ابوه؟ انا ما بجيب اولاد، ما بجيب اولاد. مين ابوه؟ عم لك احكي، ما بجيب اولاد. شلون يعني ما بتجيب اولاد؟ بدك تقولي ابن مين هاد؟ لك شبنا ايمن شبنا، لك هاي الفرحة اللي انا وياك قلنا ناطرينها سنين. شبك شو صاير لك؟ انا وفاء مرتك اللي مستحيل تخونك، لك ليش هيك عم تحكي معي؟ حدا حكيان عني شيء؟ سمعان عني كلام؟ واجهني لاقدر دافع عن حالي. لمين بدي واجه؟ قصتي وانا بعرفها، رح اقول لك اياها من الاخير. انا مطلق مرتي سارة لانه ما بجيب اولاد، ما خلينا طريقة، لا طفل انبوب لا زراعه. كل الدكاتره اكدوا لي انه انا ما بجيب اولاد، وهلا بكل بساطه بتقولي لي انا حامل؟ طيب انت اكرم من ربك، اكرم من ربك. بس الدكتور اكد لي انه انا ما بجيب اولاد، خلاص الامل مقطوع. شو رايك انك انت تعمل تعيد تحاليلك، او اذا بدك بعد 9 شهور بس يجي الولد اعمل فحص الدي ان اي، واذا ما طلعت ابوه ذبحني طلقني موتني اعمل اللي بدك اياه. ما بدي اعمل ولا فحص. شوفي رح احكي معك كلمتين، تحملي حالك وتروحي بتسقطي الولد، وبعد ما تسقطي الولد بتعتبري حالك طالق، وانا ما رح احكي بسيرتك بالمره. يعني هون حفرنا وهون طمرنا، لك بحقي مو حلوه، شلون بدي احكي؟ قل لهم عندي ولد بالحرام، بالمقابل ما بتجيبي سيرتي لحدا، يعني ما بتقولي لحدا انه انا ما بجيب اولاد. شو اللي بيخليني وافق على عرضك؟ بدك توافقي واجرك فوق رقبتك. شوفي وليه؟ اذا ما بتوافقي رح روح لنص بيتكم وقول هذا الحكي قدام ابوكي واخوكي، وخليهم هن يعرفوا يتصرفوا ويعرفوا هذا الولد لبيب. هذا الناقص. قومي منو شي، قومي لك عامل لك، قومي. انت ليش لا تقنعي؟ اساسا مانك مضطره انك تقنعي، المفروض هو بيعرفك، بيعرفك وبيعرف انك وفيه ومخلصه، وهلا جاي يشكك بشرفك. بس حب،
وشكك. ما هو عامل تحاليل وهي التحاليل قالت له انه هو ما فيش بولاد. حقه يشكك بالولاد. خلصنا وفاء، خلصنا وفاء، ما حقه يشك فيكي اساسا، لازم يكسب كل تحاليل العالم ويصدقك. طيب وما صدقني؟ بده يعني نزل ابني؟ فرحة عمري اللي لي سنتين عم انطلع. نزلي وروحي تجوزي واحد يستاهلك. بس هذا حرام. هيروح حرام اني انا اقتله. حرام يا ربي دخيلك ولا حرام. يا ناس والله انا بريئه، يا ناس والله انا بريئه. لك انا بريئه يا ناس، انا بريئه يا ربي دخيلك. لك يا رب دخيلك شو عامل في حالي. لك يا ربي انا بريئة بريئة. عليه منير. الو يا حبيبي. لك وينك انت يا زلمه؟ صار لي ساعه عم بقول لك ما ترد علي. انا بالكافتيريا اللي في المكتب. هي لك في المكتب ما في غيرها؟ ايه. يلا جايك جايك. خير شو في؟ في شيء ضروري لازم اقول لك. يلا جايك دايما بكون عندك. يلا تعال. باي. الله معك. باي. الله معك. ايه ايمن احكي لي شو وينها وفاء؟ عند الدكتور، المفروض هلا هي بالعيادة. لك شو انت بدك تجنني؟ ولك اهبل انت؟ لك شلون بتروح بتاخذ موعد من العيادة ولسه انت مالك متأكد من هذا الحكي كلياته؟ لك شو ايش دب انت لك منين؟ من شو بدك يعني يتكا؟ مشان يكبر بطنه ونتلبك بالولد شلون بده ينزل؟ لك يا ايمن هذا الحكي اللي عم تحكيه انت ماله ظابط بالمرة. أنا رفيقك وعشرة عمر بيني وبينها، أنا بعرفها منيح لوفاء، وفاء بنت آدمية ومربية على العز. لك هي العالم أنا يلي بعرفها. هي العالم من تحت لتحت. اسمعني انت شباك ضايج، انا والله عم حاكيك لمصلحتك. انا لو مو شايف هذا الشيء انه وفاء بنت ادميه ومربيه ما بقول لك يا. بعدين شغله ثانيه انا لازم اقول لك يا. شو هي احكي؟ انا شفت ساره وحكيت معها. ساره ما بفهم عليك شلون يعني ظالمه ومظلومه. انا ظلمت ايمن. كنت كل هالسنين محملته جميلة انه هو ما بيجيبوني. طلعت انا اللي ما بجيبوني. شو عم تحكي انت؟ طيب الدكاترة والتحاليل اللي قالت انه ايمن ما بجيب اولاد هدول شو؟ كله وهم. وهم وكذب. امي الله يرحمها كانت خايفة علي انه اتطلق واصفى مطلق. اكتشفت بعدين انه هي كانت عم تزور التحاليل. كل هاي الفترة ولا أنا بعرف ولا أيمن بيعرف. يا ربي دخيلك. ولك شو هاد اللي عم بسمعه أنا؟ طيب أنتِ وقت عرفتي ليش ما رحتي خبرتي يا أيمن؟ ليش ما قلتي الحقيقة؟ هلا هذا اللي همك بس. وأنا حقيقة شو اللي بدي أقولها؟ حقيقة بتخزي. شو بدي أقول؟ أمي طلعت كذابة وكانت عم زور تحاليلي؟ شو بدي أقول لحتى؟ لك أنا صار لي شهرين ما طلعت من البيت. ما عم بقدر أشوف حدا ولا واجه حدا. أنا صفيت كل شيء. ما لي أي وجود بهالحياة. لا بجيب أولاد ولا عندي رجال يحويني. طلقت وصفيت لحالي. ما عم بعرف وين بدي أروح. اسمعي شو بدي لك. أيمن لازم يعرف في هذا الموضوع وفوراً. لا شو عم تحكي لك مدير؟ منين جايبوا هذا الحكي؟ يعني يلي بطل وفاء ابني؟ لا مو معقول. الو 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 يعطيك العافيه مستشفى الحضاره الله يخليكي
في عمليه لوفاء حسين عم يعملوا لها. لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش أيمن معلش. الله بيعوضك بالأحسن. طول بالك. وفاء وفاء وين رايحة؟ لوين برأيك؟ مو أنت قلت لي نزلي الولد وبتروحي بحال سبيلك؟ على فكرة منير اتصل فيني وقال لي على اللي صار، بس للأسف تأخرتوا لتعرفوا الحقيقة. والنتيجة شو؟ طفل ماله ذنب بأنانية سارة ولا بندالتك، راح قبل حتى ما يشوف الضوء. بس أنا مثلك كم ضحية. مثلي؟ لك سنين وانت عايش معي ومخبي عني الشيء انت بتعرفه. لك سنين وانا كل شهر عم ادعي واتامل لربي وانت عم تطبطب علي. لك سنين وانا عايشه معك وحامله ذنب اني انا مو قادره اجيب لك ولد. لا وفوق هيك ممنونتك، لانك متحملني. بالاخير لما الله اطلع فيني وفيك وفرحنا اطلعني وحده رخيصه وبلا شرف، لك كان لازم تفكر انه في شيء غلط، كان لازم تحس. لك منير اللي هو منير اللي ما بيعرفني ولا بعرفه حس انه في شيء غلط وتاكد اني انا ضحيه. بس بتعرف منيح اللي كشفتك على حقيقتك هلا. صح اني اكتشفتك بابشع طريقه، بس معلي ممنوني انا لرب العالمين. رجاء إيمان لا بقى تحكي معي ولا بقى تتواصل معي، خليني أعيش بقية عمري وأنا على القليلة حاسة بشوية أمل.